انتم بسم الله ما شاء الله شطار، بسم الله ما شاء الله عليكم. دي دجاجة، حاجة سهلة خالص، ممكن ناخدها وممكن ناخد حاجات تانية. تمام. مش عارفة، بس هي عامة احنا هناخد بالنظام. شفتي شادي زعلان، شادي زعلان، ما نقدرش على زعل. خلاص يا عم، مش هنرسم الدجاجة، ما تزعلش كده، لما تزقش ينفع كده؟ اولا نفتح الكاميرا كلنا. تاني حاجة، أنا بحتاج بعد كل خطوة بنشتغلها مع بعض نفتح الكاميرا، نرفع الاسكتش، أتابعكم فيه. طيب دي كده خلاص اتفقنا على بقى مع بعض. مبدئيا أنا ميس إيمان، معلمة الرسم معاكم من MS أكاديمي، إن شاء الله أكون معاكم بإذن الله خلال الدراسة. بقى في حاجة اسمها أسس وأساسيات تعلم الرسم، هديكم حاجات نبذات بسيطة بإذن الله عنها النهاردة، وبإذن الله تكملوها وتاخدوها كاملة إن شاء الله خلال الدراسة. ماشي؟ اللي حابب يتعلم الرسم أو اللي مش بيحب الرسم هنحببه في الرسم برضه. أوكي؟ على مر السنين اللي فاتت الطلبة كانت تطلع من السنة الدراسية حابة الرسم، تعرف ترسم بإذن الله. تمام؟ تعالوا كده نسمي الله. أول حاجة هنتعلمها مع بعض علشان أكون فنان محترف، عشان أكون رسام جميل، بمسك القلم ازاي؟ ده الكتكوت بتاع الفرخة اهوت يا شادي، ها يمكن يشفع للفرخة شوية. شادي مش برضو مش معجب بالفرخة، انا ولا عايز الكتكوت ولا عايز الفرخة، انا عايز ممكن اغنوه صح او فيل. تاخده فيل؟ ناخد البطريق، ايه رأيك؟ ها، متهيألي البطريق لا يختلف عليه أي شخص. هل الجميع موافقون؟ نرفع إيدينا. شفتوا احنا بنمشي بالديمقراطية، بتاخدوا الأساسيات وبنمشيها ديمقراطية برضه. تمام، نرفع إيدينا بتاعة الزوج ونفتح الكاميرا عشان المس ما تزعلش مننا. ها يلا ناخد البطريق، نسمي الله. أنا عندي البطريق ده علشان أخده، عندي طبعا اللي رفعوا 3 وهنعتبروهم برأي الأغلبية نظرا لعدم رفع غير الـ3 دول. ماشي؟ فاحنا هنعممها بقى. طيب الناس اللي قافلة الكاميرا، قافلين الكاميرا ليه؟ وهتكون لسه نايمين. هفتن عليكم لمس إيمان وأقول لها لسه نايمين، ينفع كده أفتن ولا ما أفتنش؟ مش هفتن، مش هفتن. يلا افتحوا الكاميرا. ملوكة العسولة، مالك، ياسمين، ليان، سمر، كارما، نورية، يلا الناس دي تفتح الكاميرا. بصولي بقى، أول حاجة ألف ب تعلم رسم. احنا لما روحنا الكيجي أو رحنا الحضانة أو بدأنا نتعلم الكتابة اتعلمنا إيه؟ مش مسكة القلم، إزاي نمسك القلم ما بين صوابعنا، يبقى ألف ب تعلم رسم. حط إيدي كده، بص اللي جاي، أنا جاي أشرب كوباية قهوة عندك، أنا جاي أشرب كوباية شاي، تعمل إيديك كده على طول، هتقول الكوباية، بس بدل ما نحط الكوباية نحط القلم. تمام، شفتوا ضحكنا عليهم إزاي؟ عشمناهم إن إحنا نشرب معاهم كوباية شاي ولا كوباية قهوة، وفي الآخر جانا ماسكين القلم، ضحكنا عليه. سهلة مش صح؟ هتضحكوا عليهم معايا ولا لأ؟ ها، نضحك عليهم ولا لأ؟ مستعدين؟ احنا هنعمل فيهم خدعة دلوقتي برضه واحنا بنرسم، صح يا جنى؟ شادي، شادي انت صاحي صاحي، غصب عنك ايه ولا ايه؟ شادي فين كوباية الشاي بلبن يا شادي؟ مفوق كده شادي. طب هات شوية مية ليك وليا شادي. ها، ها يا شادي، يلا يا ابطال. طيب خلاص اتعلمنا. بصوا بقى البنجيجيين عاملين كده، وقال لهم احنا هناخد معاكم كوبايتين شاي ونضحك عليهم، البنجيجيين حاطين القلم بتاعنا كده. طب نسكت على كده، هنرسم كده ازاي؟ نرسم كده ازاي ينفع يا بنجيجيين؟ عاملين ايدينا كده، شايفين كده كده، شايفين؟ بس تحسوا ان القلم احنا خايفين عليه، منيمين اهو. تمام، منيمين اهو كده كده. تمام اهو،
ماشي. بعمل ايه بقى؟ اول حاجه خلاص كله مسك القلم، لازم نمده لقدام شويه كده. ليه؟ لان انا لو عملت كده، انتوا شايفين انا برسم ايه؟ طب شايفين كده وانا برسم ايه؟ حد شايف انا عن نفسي مش شايف، صح؟ تضحكوا عليا وتقولوا ان شايفين ان انا مش شايفه. شادي رحت فين يا شادي؟ ماشي. طيب باجي جاي مديها لقدام اهو، بديها لقدام شويه وعامله ايدي كده اهي، ايدي كده وارسم براحتي. طيب عشان ارسم كويس قوي، اولا المسطره، لو فرحنا مسطره ما نقولش المس ايمان برضه، ما نزعلهاش، ناخد المسطره نحطها بعيد. ليه مش عاوزاها؟ ليه يا ستي؟ عشان احنا هنتعلم ازاي نشد الخطوط المستقيمه النهارده بشكل كويس بدون استخدام مسطره. احنا خلاص كبرنا، انا نستخدم المسطره لا عيب علينا. بحط نقطه على الشمال، نقطه على اليمين، عيني الجميله على النقطه اللي على الشمال، عيني الجميله على النقطه اللي على اليمين، قلم الشربات العسول ده على ايد الايه الشمال، على النقطه اللي على الشمال. ليه على الشمال القلم؟ علشان انا عندي الرسم بيحب يرسم، نبدا في الرسم بيه من الشمال لليمين زي اللغه الانجليزيه مش زي العربي. ليه؟ نسبه الاخطاء بتكون اقل، يبقى اكتم تنفسي كده. فطبعا احنا ايه، في معانا هنا ابطال سباحه وابطال في حفظ القران وناس جميله خالص، صح؟ او بنعمل فصل مع ماما كده ونعمل نفسنا نفسنا مكتوم كده ونقول لها ايه، نلعب معاها وهي تنخض يا عيني. انت عملتوا كده ولا لسه ما عملتوهاش؟ لو ما عملتوهاش يبقى ربنا يستر، يبقى انا اللي فتنت ليك. ماشي. اكتم تنفسي، احط قلم على النقطه دي واحط عيني على النقطه دي، نقطه قلم على النقطه اللي على الشمال وعيني على النقطه اللي على اليمين. ما اتكلمش معايا حد خالص لو انا مش بقدر اكتم تنفسي واركز فيها واشد خالص. ابدا صغنون زي كده، حاجه صغننه زي ومقطقطه، ثم اكبرها شويه، ثم اكبرها وهكذا 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 لحد ما ايه، ما اوصل لاكبر مساحه اقدر اوصل ليها. ماشي يا ريم. كنت رحت فين يا ريم؟ شكلك رحت تجيب تشرب ميه من غيري. ماشي، زعلانه منك. ماشي ماشي يا ابطال، الناس اللي قافله الكاميرا، معاذ ومالك وسمر وآية وآيفون وجويرية وكارما وعبد الله وميرا. خلصنا؟ في أي مشكلة؟ مين اللي يرفع يبرر الخط المستقيم بتاعه الأول؟ لو هو مش واضح أوي أنا أقرب لكم الصورة. استنى نقرب الصورة شوية. مين يرفع الأول؟ ها جميل، ده شادي اللي رفع الأول. برافو يا شادي. ها مين ياخد سقفة؟ من سيحصل على السقفة الثانية؟ مليكة. ها مين بطل تاني؟ مين بطل؟ لاحظوا اللي احنا بيبقى فيه عندنا ابطال كل حصه، شوفوا مين البطل اللي هيرسم الرسمه صح وهيكون شطور طول الحصه ومنتظم وبيرفع طول الوقت وبيحاول يستخدم القواعد صح، ولو هو عنده افكار جديده بيضيفها عليها بشكل جميل. ها هنشوف مين بطل الحصه بقى، مين اللي هيخطف. الله جميله يا جويريه، بس اوعي تقول المس ايمان ان انت رسمه على الخط، اعملي ما بينه اللي شفعلة الخط اللي تحت ده. السعسولة. برافو عليك يا جوج، شطورة برضو. جميلة برضو يا ريتال، بس برضو انت رسمت بالخطوط فحلوة برضو. محمد محمد أيمن، جميل أمين، برافو عليك، شطور 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 شطور. أحلى سقفة من الناس اللي أنا شفتها تاني وعاملين كويسين، برافو. جميلة يا بيسان، شطورة. ياسمينة مش ناوية تورينا ولا ياسمين؟ ياسمينة تسمس زعلان مننا ولا ايه؟ بيسان العسولة، اسمك جميل قوي يا بيسان. ميرا، محمود علي، عبد الله، ايفون. نفسي اعرف مين ايفون، هو مكتوب اي ايفون ومكتوب ايفون، مين ايفون التاني ده؟
يا ريت نكتب اسمنا، يا ريت. جميلة يا ليان، شطورة، برافو برافو برافو. طب بصوا بقى، احنا خلاص احنا اخدنا جزء واحد، يعني نقول واحد كده من 100 في الاساسيات، يعني اخدنا اساسيات ازاي نمسك القلم وازاي نشد بخطوط مستقيمة. يا ريت مسك القلم في الرسم غير طريقة مسكه في التلوين، للمعلومية. ماشي يا معاذ، سول يا معاذ. هنرسم ايه النهاردة؟ احنا اتفقنا ان احنا هنرسم البطريق. طب ما تيجي نشوف ايه الابطال اللي انا هستخدمها في رسم البطريق. انا هستخدم فيه البطل بتاعي وهو الداير. كل اللي انا هحتاجه النهاردة الداير. الدايرة دي غلبانة او بحتاجها في كل الرسومات. انا لو جيت اشوف الدجاجة اللي انا وريتها لكم دي، كانت عبارة عن دايرة ودايرة، وصلنا ما بينهم. كانت غلبانة او ما عجبتش شايف. يلا ماشي. طيب الدايرة دي الجميلة دي انا بحتاج اعمل منها واحدة قلبوزة. طب انا لو مش بعرف ارسم الدايرة اعمل ايه؟ اعيط؟ اعيط ولا نعمل ايه؟ ها، حد عنده حل؟ مين بيعرف يكتب بلس او زائد؟ مين يبقى بيعرف يكتب البلس او الزائد وما يعرفش يرسم الدايرة؟ تعال نغششكم كده ونشوفوا مع بعض ازاي بنعملها. ادي البلس او الزائد، ها، اهم حاجة خلي الخط ده طول الخط ده طول الخط ده كده بالنظر، يعني مش شرط انك ايه تجيب المسطرة وتقعد تقيس. وابدأ اعمل اقواس على كل واحدة فيهم من هنا كده. ماشي اهو، واوصل ما بين بقوس. شايفين طلعت ازاي حلوة؟ جربوا، طلعت ما اول مرة شكل بيضاوي، طلعت تاني مرة شكل ليس معروف له شكل. مش مشكلة، منزعلش نفسنا أبدا، نحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما هنقول لها تطلع غصب عنك دايرة. هنقول لها إيه؟ ها؟ هنقول لها إيه؟ أنت بترسميها يا جنى عسولة أو من غير أي حاجة؟ اللي بيعرف يرسم الدايرة بدون أي حاجة شطور أوي، برافو عليك يا معاذ. يعني بيعرف يرسم الدايرة مش شرط يرسم ايه بالحاجات دي. جميلة قوي يا شادي، شطور عسول يا شادي، جميلة قوي برضه يا ملوكة. الاتنين حلوين يا ملوكة عندك يا مليك، احسنت يا عسول. ها، طيب في لما تكبروا ان شاء الله هتلاقوا بيقولكم مسألة في الرياضة بتيجي مثلث كده متساوي الأضلاع، وبنبدأ نعمل عليه دايرة، فبنعملها قوس كده وقوس كده وقوس كده، بتلاقيها طالعة برضه. أدي فكرة جديدة، يبقى ما أقفش عند حاجة واحدة. الرسم عبارة عن إيه؟ عن فكرة. يعني إن أنا دلوقتي مش عارف أرسم الدايرة، أسكت، بعرف أكتب الزائد أعملها بيه، بعرف أرسم المثلث أعملها بيه، ماشي، بعرف أكتب الفي أعملها بالفي، بعرف أكتب فيه وزائد مع بعض أعملها بيهم، صح؟ طيب تعالوا اوريكم بقى انا برسم البطريق من الدايره ازاي، عشان اوريكم ان فعلا الرسم هو الا فكره. ابص للحاجه اللي قدامي كده ولا انت مستطيل، انت زي علبه ايه القطره دي، ولا انت تترسم مستطيل، انا فقست التعليل. ماشي، ابص مثلا للاستيكه واقول لها اه انت مستطيل انت كمان يا اروبه، تعالى ارسمك، صح صح ولا بالصح؟ ها، ابص للكتاب واقول له ده انت مربع، تعالي لي هرسمك مربع النهارده. ها، ابص للشمس واقول لها ده انت دايره وزي القمر، واحط حواليك الخط المنكسر او الثمانيات، تطلعي دايره برد شمس زي القمر كده حلوه ومطلعه اشعه. صح صح ولا بالصح؟ صح ولا بالصح؟ جميل، برافو برافو يا ريتالي يا عسوله. طيب انا دلوقتي هبدا اعمل ايه، ابدا اعمل ايه يا ايه مالك معاذ؟ هو بنوته اللي موجوده غير معاذ التاني الولد، في بنوته موجوده ومكتوب اسمه معاذ. تمام، انا شفتك يا ريتال وعطشتيني اكتر من عطشانه، شكرا. طب اعزمي بشويه. طيب بصولي كده، هرسم الدايرة هي أيا كان. بصولي أنا كميس إيمان برسمها بقى إزاي، أنا بعمل قوس كده قوس يمين قوس كده وقوس كده أهو،
اغلب الفنانين بنرسمها بهذا الشكل يعني، او اغلب الرسامين يعني، اغلب الناس اللي بترسم ترسمها بالطريقه دي. ان حاولت وعرفت تعمليها اوكي، في ناس بسم الله ما شاء الله عليها من اول مره بتيجي جايه معاهم دايما ماشي. انا ممكن اعملها من اول مره، بس انا بحب اعملها كده عشان تيجي الابعاد بتاعتها مظبوطه ومنتظمه. تمام يا ابطال، هيا شجعان، في اي مشكله لدينا؟ حد عنده اي مشكله في رسم الدايره؟ اللي يكون عنده اي مشكله ننزل ايدينا كلنا، كل اللي رافع ينزل ايده، او انا انزلها لكم، نزلوا ايديكم عشان اللي عنده مشكله يقدر يرفع ايده، اعرف مين اللي عنده مشكله اقدر اساعده فيه. ماشي ماشي يا ابطال، انتوا بسم الله ما شاء الله على السوق. ايه ده، انت عندك المشكله طويله قوي كده يا شادي؟ دي كلها مشكله؟ احنا جيب... لا تبقى صعبة عليا كبير، لا انا مش عارف احل المشكله دي كلها، لا ده انا غلبانه اهون عليك. ها ماشي على السوق. مثال سمينة سمسم، ما شفتش انت عملت اي حاجة خالص، زعلانة منك. حمو بسم الله ما شاء الله على السوق يا حمو، شطور جميل. محمد محمد، انا عندي 2 رتال صح؟ لا واحدة. تمام. ليان العسولة، ليان صباح الخير. اه خير يا عم، فين الابتسامة الحلوة؟ يلا عسولة يا مكة، ما شاء الله عسل. بصولي بقى، انا رسمت الدايرة الكبيرة الضخمة، حد عنده اي مشكلة في رسم الدايرة؟ ها في حد لسه ما جاء اي مشكلة في رسم الدايرة؟ عامة لو الرسمة طلعت مني دلوقتي مش مظبوطة، الدايرة مش مظبوطة، مفيش مشكلة، لسه معانا بقية السنة كلها نتدرب ونتعلم. ماشي أبطال، ماشي حلوين. ليان السكرة جميلة، برافو. أنا زعلانة من الناس اللي قافلة الكاميرا، أقول تاني أسمائهم؟ نقول تاني أسمائهم؟ هيا أبطال، زعلانة أوي منهم. هعمل بقى الدايرة كده حلوين أها، دايرة كمان بس صغننة شوية. عايزة أقول لكم إن هنرسم برضو الفيل بنفس الطريقة، نرسم فاكهة الكمثرى اللي احنا كلنا بنحبها دي بالجوافة والأفوكادو بنفس الطريقة. أوعي تقول لحد، ها خليها ما بيننا كده سر لحد ما نبدأ الدراسة كده وتتعلموهم بيها. مش راضي يفتح ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ مش راضي يفتح معانا الكاميرا؟ ازاي؟ طب حاول تخرج وتدخل تاني، لان كل زملاتك موجودين فاتحين كاميرا، انا مش قافله عليكم الكاميرا خالص. جميله يا ملوك، احسنت شطوره. بصي لي كده، لا هما مش متخاصمين يا جويريه، ده هما جايين ماسكين في ايد بعض، شايفه ماسكين في ايد بعض، ما نعملهمش متخاصمين خالص. جميله تمام، كنا نكبرها شويه يا حمو، بس حلوه، برافو عليك، شطور يا حمو، عسول يا حمود. جميل يا حمو، مين تاني بطل عايز يوريه؟ من الله، بس انا عايزاه بيسان، واحده كبيره واحده صغننه. انت للاسف الاثنين خدعوك وعملتهم الاثنين نفس المقاس. حاولي على السلطة كده تجربيها، يلا يا بطله، انا واثقه فيك يا بيسان ان انت شطوره وتقدري تعمليها اكبر من بتاعتي. صح يا عسلتي، الله جميله برضو، برافو ريتال، برافو يا حمو، برافو يا مكه. انا شايفه نقط كده يا مكه، تعالي في حد بيساعدنا؟ عيب علينا، عيب علينا اللي مش عارفين نعمله، نسأل فيه ميس ايمان وهي تعيده تاني. صح صح يا امرايه ولا ايه؟ اروى عسوله جميله يا اروى، بس هتبقى راسه كبيره كده وجسمه صغنن، ينفع كده؟ ده ده الاكل بيروح يتحول على دماغه ولا ايه؟ بصولي بقى، هجيب الاستيكة الحلوة دي وهمسح الخط اللي هنا، الخطوط اللي هنا دي. مسحناها؟ حد لسه ما مسحهاش؟ يبقى انا اللي عايزاه ايه، الجزء اللي بره ده بس.
ماشي ماشي يا أبطال، أي مشكلة؟ بصوا بقى، هكرر اللي أنا عملته ده تاني، بس هبدأها من الدايرة الصغننة. شايفين ما بين دي ودي؟ شايفين ما بين الحتة اللي داخلة جوه دي والحتة اللي داخلة جوه دي؟ هعمل دايرة، وركزوا عشان دي اللي بيبدأ فيها الأخطاء تبان. يعني انتوا لحد دلوقتي ماشيين صح في الجزء من أول هنا كده، ولا تبدأ بقى الأخطاء تظهر فيه؟ وانتوا شطار، وأنا واثقة إن انتوا هتركزوا مش هتغلطوا فيه. صح يا أبطال؟ أبطال الشجعان الحلوين على السرات يا مس. شوفي أنا إيه الكلمة الأخيرة دي؟ خد هنا يا شادي، في كلمة أنا مفهمتهاش، وريني. الله، جميلة يا ملوكة، قربي يا ريم شوية. جميلة يا مريم، عسولة. شادي هترفع ولا إيه؟ معاذ، بس هو مش معاذ، هو بنوتة. نشوف نشوف. لا ده معاذ، كان في بنوتة داخلة باسم معاذ. تمام، وريني. مش شايفة، مش بص، ونحزن لهذا الموقف. شايف النظارة؟ يعني ان راعي بوجود نظارة. ها، نقرب الاسكتش كويس ونخليه كويس. وريني كده في حد. لا يا شادي، لا كده انا هزعل 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 هزعل، وهتجيب ناس تصالحني، هتجيب الكوكب كله يصالحني بعد الحركة دي، وانا اللي رافعة راسي من ساعتها واقول شادي شادي شادي. ينفع كده؟ ينفع كده؟ ده احنا عاملين الرسمة بناء على اختيار. ينفع كده؟ على فكرة البطل بتاع الحصة بيبقى ليه ان هو يختار الرسمة، يعني بديله اوبشن رسومات وهو يختار الرسمة اللي احنا نحطها الحصة الجاية. تمام، عايزة بقى حماس حلو كده. الله، ايوه كده يا معاذ شطور. يبقى انا برسمها فين؟ هالخطين، بص لي يا شادي، هنرسمه بطريق زغنن كده، بس اوعى توريه لحد، على قدنا. بعمل دايرة كبيرة ودايرة صغننة تاني، هو تعسلات الشرح اهوت للي ما كانش اخد باله او دخل بعد ما احنا بدأنا شرح. وبجي جاي عاملة دايرة تانية صغنونة شوية. ماشي، وابدأ اجيب الاستيكة الجميلة اللطيفة دي وامسح. ماشي، عشان ده يكون الشكل بتاعها. واجيب الدايرة اللطيفة الحلوة، احط دايرة هنا كده يا شادي اهي في النص، وصغننة زعنونة خالص. في مشكلة؟ الدايرة دي تقول لا أنا عايزة تسيبني فاضية، فحط فوق دايرة يعملوا البطن بتاعته بقى. الراجل عنده بطن، الراجل ده بياكل كتير، بياكل سمك كتير ولا ايه؟ نعملوا له الكرش؟ ولا نمنع عنه السمك؟ ما رأيكم في هذا القرار؟ نمنع عنه السمك صح؟ عسولة يا ملوكة شطورة، أحسنتي عسولتي، أحسنتي عسولة الجميلة. خلصنا؟ الله، فنانة فنان يا معايا شطور. جميلة جدا يا مروة شطورة عسولة يا ريم، سكرة، برافو. ندى، أنا معايا أبطال وحلوين لسان العسولة. الله، محمد السكر جميل شطور يا حمو، جويرية العسولة شطورة يا جوجو.
فرتال القمر عسولة شاطرة فريدة، جميلة يا فوفو، جميلة يا كارما، بسم الله ما شاء الله عليكم، الله سنة ما شاء الله، ليان العسولة شطورة، فريدة بات وياسمينة ومحمود ومحمد محمد وسمر وأروى وآية وأيفون وميرة وعبد الله وإيلين ومعاذ وسلمى وفاروق ويوسف وأسيل هجيب الأستيكة برضو وهمسح الخط ده زي ما مسحت في الإيه في الكوبا، يبقى أنا بعمل واحدة كبيرة وواحدة صغننة. يلا جميلة، برافو عليك يا مليكة شادي. أيوة ها بدأت تظبط يا شادي، شطورة يا معاش، شطور، برافو يا ريم. نبدأ نحط له عيون، بصولي بقى عيونه نعملها فيها لمعة حلوة كده عشان يخليه كيوت وقمر. بعمل دايرة صغننة، افرح دايرة كمان نفس الحجم صغنونة، على قد ما اقدر اخليهم اي قد بعض. جميلة يا ميرة، يلا هحط دايرة كمان هنا صغننة، دايرة زعنونة خالص، ودايرة وسط ما بين الاتنين، وألون المسافة اللي في النص. في حد عنده اي مشكلة عايزها تاني؟ بصولي تاني اهو، بعمل ادي دايرة كبيرة شوية، دايرة اصغر منها، دايرة صغنونة، والون في النص باي لون انا حباه، اسمر، اخضر، ازرق. جميلة، برافو عليك يا معايا شطور. جميلة معاذ، في عين صغننة وفي عين كبيرة بس حلوة. جميلة بيسان شطورة، برافو عليك يا ملوكة عسولة شطورة. ريتال القمر شفتها عسولة، سولة زيك ريتال شطورة. جميلة يا فريدة عسولة، بسم الله ما شاء الله. حد تاني حابب يلا يوريني؟ مين تاني حابب يوريني؟ طب بصي لي تاني يا شادي،
هعدها لك تاني، بس اول ما اخلص مع زملاتك دي شايفين ما بين العينين. جميلة يا ريم. بعمل كده 7 عند الخط ده ما بين العين. جميلة يا معايا شطور، جميلة يا ملوكة. بصولي بقى، شايفين من تحت الدايرة من هنا؟ هبدأ أعمل خط كده. تمام. بعدين باجي جاية عاملة قوس كده. جميل، أحسنتي يا ملوكة شطورة، برافو عليكي. جميلة يا ريم عسولة، جميلة يا جنى شطورة. بصوا يا أبطال، أنا هعيد تاني اهوت وركزوا معايا. جميل أوي يا رتال. وعامة ده اللي بقيله، هوريكم بقيله ايه عشان الناس اللي خلصت تلونه وترسموا كمان مرة عشان توريهولي، والناس اللي ما رسمتش معايا أو كان في نقطة وقعت منهم نقدر نرسمها مع بعض تاني هي ودي رجعوه. ماشي؟ جميلة يا أيسر شطورة، جميلة يا أسيل، برافو برافو عليك يا فريدة شطورة، برافو يا ياسمينة فنانة، حلو أوي. أنا الوهلة فكرتها بتاعتي. جميلة يا ليان عسولة، برافو عليك، بس كنت كبري دي شوية بتاعت البطل. مين تاني؟ يلا يوريني. طيب تعال نشوف، يلا الذراعات بتاعتها او ايديها شايفين ما بين الدايره دي والدايره دي؟ شايفين في نقطه داخله لجوه، بطلع منها القوس اهوت واطلع لفوق. فانت جاية عاملة دي كده، يقول لكم هاي عاملين ايه وحشتوني، يقول لكم كده ولا ما بيقولش؟ نضربه لو ما بيقولش. جميل، أحسنت يا قمر، أحسنت يا الريتال العسولة، برافو يا بسكوتة، برافو برافو يا سوسو يا عسل. جميلة يا فوفو، بس ليان ليان بصيني بتطلع من هنا على شكل قوسة حرف السي بس بالمقلوب، وانزل بيها كده تاني يا قمر. ماشي يا سوتي. طيب بصولي من هنا بكتب حرف السي برضه اهو، بس كل ما في الامر ان انا باجي جاي حاطه له قوس تاني كده وخلاص.
يلا يا عسولين، يلا يا أبطال. شطورة يا فريدة، عسول، برافو عليكم يا حبايبي، أحسنتوا. جمال، برافو 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 يا حمو. طيب تعال نشوف بعد كده دي كده خلص، ماشي؟ كل واحد يوريني اللي خلصه حابب يلونه في ايه، والناس اللي حاسة ان هي في نقطة وقعت منها أو في جزئية مش عارفة تعملها أنا هعيده تاني، ماشي؟ أهم حاجة وانتوا بتلونوا تسيبوا دي بيضة ودي بيضة، أو لو هتحطوا فيهم لون يبقى ده لون خفيف وده لون خفيف. تعالي يلا يا شادي، شادي أو الناس اللي كانت مواجهة صعوبة تيجي كده معايا. أنا عندي أول خطوة بعمل دايرة كبيرة، صح؟ دايرة كبيرة، بجيجا عاملة دايرة كمان اهي، ملوك العسل دايرة كمان اهي. في أي مشكلة لحد هنا؟ في أي مشكلة؟ هي شادي في أي مشكلة؟ في حد تاني عاوزة تنعاد غير شادي؟ برافو عليك يا شادي. طيب اعملي يلا كده معايا، يلا يا رواية، يلا أنا بعتها تاني اهوت يا عسول. يعني العسولة أروى، أنا بعتها تاني اهوتي أروى. مش شايفة اسمك ده، انت مطلعتيش اسمك محمد، قاعدة أقول بشكر من ساعتها. طب اسمك ايه؟ جميلة عسولة، يا مش انت بتوريها لي بالمقلوب بس هي عسولة. طب انت اسمك ايه بدل محمود؟ برافو عليكي، برافو عليك شطورة يا فريد، أحسنت. بصوا بقى همسح النقطة دي وأبدأ أعمل ما بين
شايفين الحتة دي والحتة دي، حط ما بينهم دايرة، كل اللي بيعيدوا تاني يرفعي وروني النقطة دي. مفيش مشكلة لما تخلوني أعيد لكم مرة واثنين وثلاثة، أنا ما عنديش مشكلة لما نطلع من الحصة راسمين ومبسوطين ومستفيدين. ماشي يا أبطال. الله جميلة يا أسيل، عسولة شطورة. هي شاد رسم؟ لا بصي لي بقى، دي الحتة اللي بتلخبطك، أنا بحط الدايرة فين يا شادي؟ شادي ما بين ما بين الحتة، بص اللي أنا مسحاها ما بين الدايرتي. وريني كده، ملوكة العسل جميلة شطورة يا مليكة، عسولة يا ملوكة القمر. مين تاني حابب يوريني؟ يلا يا أبطال، جميلة حلوة قوي شكلها حلوة قوي، عسولة يا معاذ، عاملة بألوان مية كمان. ماشي شطور، جميلة، برافو عليك يا ملوكة شطورة. أيوة كده يا شادي شاطر، بس أنا مش عايزاك تبقى لازقها فيها كده، تكون سايب مسافة من هنا ومسافة من هنا. طيب بعد كده بجيجيها عاملة قوس أو دايرة كده يا عسو. ماشي حلو يا شادي، برافو عليك. امسح بعد كده، امسح اللي هنا كده حبيبي، وابدأ اعمل العيون. لو العيون صعبة ممكن تعمل قوس كده وقوس كده وتطلع له رموش كأنه يعني بص صبيتها. لو العيون اللي فاتت صعبة اهي، نعمل لها عيون مغمضة، بتضحك بقى مغمضة. الرسم صعب ولا سهل يا أبطال؟ اللي عشان في آخر فترة دي اللي بقينا ممكن ناخد فيها الأشكال الهندسية، كل واحد يوريني بيعرف يرسم شكل هندسي ايه وممكن نرسم منها ايه. جميلة شاطر يا شادي، برافو، أنا مبسوطة منك إن أنت بتحاول شطور وعملتها حلوة. أحسن إن شاء الله خلال الدراسة هبعت لكم الخطوات بتاعة البطريق دي بإذن الله تتدربوا عليها بقى. خلصت، بصي لي بقى كده شادي اهو، باجي جاي من تحت هحط خط مستقيم، ليه بحطه؟ علشان اجي جاي عامله قوس كده وقافله عليه، قوس كده وقافله عليه. خلصنا، حد حابب يوريني؟ جميلة يا أسيل عسولة، بس قدمها حاولي تظبطيها كده يا سوس. حد حابب تاني يوريني يا أبطال؟ بصولي بقى، باجي جاي من هنا يا شادي، بص ما بين الدايرة دي والدايرة دي بطلع حرف السي بس بالمقلوب اللي هو قوس كده، أو كأني بكتب حرف الراء. ماشي جويرية، اللي عندهم الزراعات فيها مشكلة يا أسيل يراجعوها تاني، أنا بعتها تاني هي. ماشي يا أبطال، بعد كده بجي جاي عاملة قوس جاي كده أهو، جميلة برافو عليك يا فريدة. ارسمي كمان واحدة بقى يا فريدة،
طيب بصلي كده، هجيجية عاملة حرف السي كده يا شادي اهو. ممكن الكل بقى يرفع، كله اقول 1 2 3 الكل يرفع. اشوف بقى ابطال الحلوين، استفدنا من الحصة ولا لا؟ يلا يا ابطال، يلا يا حلوين شجعان، يلا 1 2 3 نرفع حتى لو ملوناش. انا خلي التلوين المرة الجاية لسبب، انتوا لسه بتتدربوا على مسكة القلم، خايفة ما اديكم طرق التلوين كمان كله يدخل في بعض. وريني يلا يا شادي. ايوه كده يا شادي، حلو شطور، بس ايديه بتبدأ شايف من الحتة اللي داخلة عندك جوه هنا دي، بعمل بطلع منها الايد اهي، مش بطلعها من تحت من هنا، ونفس الشيء من هنا، ليست من هنا برضه، ماشي على السول. هو كده ماشي بينط وبيرقص اللي انت عامله ده. مزاجه رايق صح؟ صح يا شادي؟ جميلة يا ملوكة عسولة. مين تاني يرفع؟ جميلة يا كارما شطورة يا سيل. مين تاني يرفع؟ مين؟ زين، اسمك عسول يا زين. جميلة جميلة يا فريدة سكرة. محمد جميلة قوي شطور. ياسمينة برافو عليكي، شفتها قبل ما تقفلي. ها مين تاني حبيبي وريني؟ مين تاني حبيبي وريني قبل ما نخرج؟ ها هي أبطال. عامة هقول التلوين برضو بشكل سريع عشان ايه ما يأنبنيش ضميري. اختار لون أسمر أو رصاصي أو أزرق اللي انتوا حابينه، أي لون انتوا حابينه، أو بينك اللي انتوا عاوزينه، كله متاح. بلون في نفس الاتجاه، بس أنا عندي البطريق بألون بشكل قوسي. المفروض طبعا ان انت ليك ماسكة للقلم بتمسكه كده وتبدأ تلون. انا هخليكم مش مشكله تكون رضا، وبدءا من الحصه الجايه تتعلم مسكه القلم الصحيحه اثناء التلوين علشان يطلع معاك ملمسه ناعم وياخد اكبر مكان ممكن ويسهل عليك التظليل خالص. بقى لون بشكل دائره اهوت في نفس الاتجاه، ماشي في نفس الاتجاه تمام. دي طريقة التلوين اللي انتوا ايه يعني هتستخدموها النهاردة، ودي سهلة. لكن التلوين الصحيح بيكون بالشكل ده، ببر القلم بشكل كبير وانام القلم بالشكل ده وابدأ الون. هتشوفوا فرق التلوين بقى، شايفين الشكل؟ شايفين فرق التلوين ما بينهم؟ ده التلوين الصحيح وده التلوين بتاعهم. حبيت اوريكم الفرق ما بينهم اهو. شوف بدأ من الحصة الجاية تكونوا متحمسين ان شاء الله لازاي نلون بشكل صحيح، ماشي؟ باللون في نفس الاتجاه، شايفين انا بمشي معايا الزين في نفس الاتجاه، والون ده بنفس اللون اهو، والجهة التانية دي لا انا حددتها بس باللون الاصفر. اجيب درجة البرتقاني الون بيها هنا، هنا وهنا بقى، وحدد باللون الاصفر. كده تكون انتهت حصتنا النهارده. اشوفكم على خير الحصه الجايه، وهتوحشوني كتير. مفيش قلب ليا، مش هتوحشينا شي حاجه؟ ايوه كده كل يوم القلوب حبايب قلبي، انت سكرات والله، كانت حصه جميله جدا معاكم. هتوحشوني كتير 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 كتير. باي باي. الله حلو القلوب دي، انا عسل سكر، عسل منك يا مثال عسوله. امرايه باي.